انا عندي حاله في البدايه، حاله مهمه قوي، ودي درس لكل اللعيبه ودرس للتحكيم للفقدان التركيز. هنا المخالفه هنا يا كابتن اسامه ارتكبت من هنا، من هذا المكان. تمام. المفروض لما اجي استأنف انا كحكم استأنف منين؟ من مكان المخالفه اللي هو احتسبها. طيب خلاص انت شفت المكان فين؟ خلينا نشوف هو استأنف اللعبه منين. بص، لا بص خلي بالك، بص رضا سليم واقف مستني الكره تيجي بتبقى قدامه. ده درس يا كابتن، درس مهم جدا جدا. خلي بالك ده اسلوب استئناف، حتى لو الفار موجود ما يقدرش يتدخل. تعال اقول لك على المفاجاه. بص حامل الرايه، بص باصص فين؟ يعني هو باصص النهارده حامل الرايه. خلي بالك حتى لو الحكم بيظبط الدنيا هناك، المفروض دي لعبته. بص يا كابتن اسامه، هنا دروس مستفاده. هي يمكن البعض يمكن يتفرج على الماتش ويقول لك ايه ده، يعني ايه؟ لا، دي حاله مهمه جدا. خلي بالك دي راحت هدف، هذه الحاله راحت هدف، خلي بالك. طيب هنا الحكم هناك بيبص للعيبه، وهنا الكره بتتنقل من المكان اللي هو كان موجود فيه المخالفه، راحت مكان اللاعب اللي هو بتاع جنوب افريقيا. رضا سليم النهارده واقف بيتفرج على اساس ان هو ايه، الكره هتتلعب من مكانها. للاسف الكره اتلعبت من هنا، تم استئناف من هنا، اللعيبه كلها مش واخده بالها ابدا على اساس ان الكره هتتلعب من الخلف. تعال نشوف اللقطه اللي جايه دي، نشوف، هات لنا اللقطه اللي جايه. انفراد، الراجل راح فين؟ انفراد مع كابتن عماش. انت شايف اصفرت عن انفراد، وكان ممكن يطلع منها هدف. كابتن دي تركيز حكم نمره واحد. انا يعني كلاعب انا مش هلعب الا على صفاره الحكم، يبقى المفروض انا في الالعاب ديت انا لا اامن الحكم هيعمل ايه. لما دي حاله راحت انفراد للشناوي، الشناوي طبعا عاوز اقول انقذ الحكم او منع مشكله للحكم. لان النهارده كابتن لو الفار موجود، ده السؤال، هل يقدر الفار النهارده يقول للحكم تعالى رجع الكره تاني من مكانها؟ ما يتدخلش في هذه اللعبه دكتور، ما يتدخلش. لا 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 لا، الاستئناف الفار ما بيتدخلش في الاستئنافات. صح، فعشان كده بنقول ايه، خلي بالنا من الالعاب دي اول لعبه ليها دخل يا كابتن ناصر بنهايه المباراه، بنهايه الشوط، عدم التركيز. لو حضرتك بصيت لل هتلاقي في اخر الشوط الاول، في اخر الشوط الاول. انا عنوان تحليل النهارده يا كابتن، عدم التركيز، التحرك، التوقع للكل. دي حاله لفقدان التركيز للحكم، دي مهمه جدا عشان نقول للعيبه لابد انك انت تخلي بالك في الالعاب ديت، لابد انك انت تبقى تمركزك مواجه للحالات اللي زي دي.